وحداتيين وفلسطينيين ومنتمين لهذه الأندية والمنتخبات والفرق العريقة والعظيمة لماريو باض، وعدد أيضا من الشخصيات اللي هي الرسمية والاعتبارية كالسفير الأردني وغيرها من أصحاب إيهاب أبو جزر الذي سيغادر اليوم يعني ملاعب كرة القدم لاعبا قبل اعتزاله. حاتم العباسي حارس المرمى الكبير تبارك الكبير إلى جانبه خالد أو مهند خالد وجلال أبو يوسف في الأمام اللي طبعا في خط الدفاع ركلة حرة أو ركنية لنادي الوحدات، ملعوبة عالية أمامية بالرأس ولكن عالية باللون الأبيض، والوحدات طبعا بالأخضر والأحمر بطل الدوري الأردني في 15 مناسبة نادي الوحدات، ولا اللعبة للأمام ولكن تامر صالح لا شك يعني يمتد لدولتين لشعبين الأردن وفلسطين، ولعبة الآن أمامية خطيرة ولكن تقريبا لعب نص موسم كمهاجم بعد تحول الدفاع سرق الدفاع مميز الألقاب. ركلة حرة هلا للوحدات، باسم فتحي هو اللي بيلعب، فتحي لعب الكرة في الزاوية الموجود فيها حارس المرمى ولكن ياري هذه الأسماء اللي مثلت الوحدات مؤخرا، واللعبة الخطيرة لا 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 جميلة كانت. متسلل في اللعبة الثانية، شوف اللعبة الماضية شوف اللعبة، متابعة فهد العتاب سعيد مرجان ما فيها أوفسايد بالمرة، ما فيها أوفسايد إلا أن كان إيهاب أبو جزر يعني خارج الحسبي حمراء، والآن الآن يعني مع دقيقة اللي هي الثالثة والعشرين الدقيقة الثالثة والعشرين للمباراة اللاعب إيهاب أبو جزر الذي عاشر ثلاث أجيال مختلفة فلسطينية، من لاعب إلى جانب خالد كويك وأمين عبد العال وحسن صندوقة، من لاعب إلى جانب الحولي والكرد والجيش وجندية وخلدون فايد وفادي لافي ونادر النمس وجندية وأيضا محمد سويركي ولاي حسني، من لاعب إلى جانب مراد إسماعيل ومراد عليان ورمزي صالح، وأخيرا مع الجيل الجديد الذي يدرب حاليا. من بين الأشياء التي لا تتغير دائما حب هذا اللاعب لكرة القدم وحب الناس أيضا لإيهاب أبو جزر، اليوم خلاص اليوم إيهاب أبو جزر في يوم عزيز وغالي وتاريخي لنجم الكرة الفلسطينية، اليوم يعني صراحة شخصيا سعيد وفخور كمان للغاية بأن أعلق على مباراة اعتزال النجم إيهاب أبو جزر، واحد من بين الأسماء التي يعني أثرت فيها شخصيا وجعلتني أختار كرة القدم كهواية للاعب ثم كمهنة للتعليق، وهذا دون مجاملة أبدا يا أبو محمود تأثرت فينا كلنا. كل حركة حرة حاليا لفريق الوحدات، حمزة الدردور ولكن عالي، حمزة الدردور عالي أمامية جول 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 جول، أيضا الوحدات يسجل في فلسطين، فريق الوحدات يسجل هنا في الأراضي الفلسطينية جول 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 جول. هذه المباراة هون العرضية الأخيرة هون الرأسية من تونس وجول أول دقيقة اللي هي الثانية والأربعين، مباراة ودية حبية بالأساس، لعبة الآن لهمام إن شاء الله يتوفق فيها نادينا الحبيب دائما ويتحصل على بطولة الجديدة في العام المقبل. لاماري والبيرة اللعبة الآن في الجهة اليسرى جول 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 ويا الخضرة يا عمري، بنشوف اللعبة الماضية وجول جول جول للوحدات مراد، نعم مراد 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 لاعب الوحدات السابق يسجل براسه في مرمى تفاهم الأمعري والبيرة عشان تصير النتيجة اثنين بلادي يا ثورة أسرى والشهداء الأبطال من أغاني الوحدات طبعا المعروفة، وظاهرية الحالي عمال بيسلف مع الجمهور أحمد ماهر هون الصغير والكبير الحاضر ليتابع نادي الوحدات ليشاهد نادي الوحدات، الآن لعبة تسديدة قوية كانت ولا ثلاثة وأربعة في المستقبل القريب، نعود الآن لمباراة التفاهم الأمعري والبيرة محاولة تسديدة نظيفة، تعود اللعبة لعمر صندوقة باص الآن في اليسار لأمين عبد اللطيف الشاي أمين يلعبها ولكن إجت لنيلسون فلتران وتامر، جمهور الوحداتي لا ينساهم، لعبة الآن عالية وبعيدة عن طريق المدافع جلال أبو يوسف، وهون يعني مين مزعلك؟ مين مزعلك يا صاحبي؟
الناس بتلعب والناس مبسوطة كان بإمكان كشكش أن يستمر في المباراة أو لا. عموما عودة الآن لأحمد الترتيب، محاولة للتسديد ولكن أيضا تأمر صالح جميعا، وكما قلت كمان مرة ليس لكرة القدم فقط بل لمعاني كثير. لو الآن الوحدات انطلاق لماهر، لا 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 مرت المرمى، مرت بجوار المرمى وما كملت لفتها يعني. أحمد أبو رداحة كان يعني شكله سهران كثير اليوم، يعني واضح انه سهران كثير. شوفوه المرة الجاي يا جماعة رفعت من شان الله يعني الولد يعني على الاخر حكله جاي الوحدات فهم شوي بعد نام في ملعب المباراة. عودة هلا للوحدات، انطلاق امامية ربما ياتي الثالث لاحمد ماهر، احمد ماهر اخيرا خلاص دخلنا الدقائق الاخيرة مشاهدينا متابعينا دائما متابعي قناة فلسطين الرياضية. تامر ايضا يمسك باص الان للاعب مراد اسماعيل وخلاص الان جواد عاصي مشاهدينا متابعينا متابعي قناة فلسطين الرياضية يطلق صافرته معلنا عن نهاية هذه المباراة بين فريقي الوحدات وتفاهم الامعري والبيرة بانتصار نادي الوحدات بهدفين مقابل لا شيء.